صباح الخير، معلومات وأخبار جديدة حملنا إياها عالم الفلك مع أبراجنا الـ 12. حب قبل ما نبتدي فقرتنا لليوم ذكركم أنكم تتواصلوا معي عبر الإيميل horoscopelian@hotmail.com إذا حبين تسألونا عن أي شيء بخص عالم الفلك أو أبراجكم. والبداية اليوم مع فقرتنا مثل كل يوم مع برج الحمل. مهنيا حاول أنك تدرس مجالات جديدة ومشاريع فيك تنافس السوق من خلالها. أما عاطفيا اليوم بتعيش الرومانسية بكل جوانبها وبتحس بالحب الحقيقي يلي صار لك فترة عم بتنبش عليه. الثور مهنيا كتير من الضغوط والمسؤوليات عم بتكون مجبور تنهيها اليوم. حاول انك تنظم وقتك تما توقع بالمشاكل. اما عاطفيا يمكن بعض التغييرات بعلاقتك مع الحبيب تأثر على ثقته فيك، فانتبه انك تخسره اذا ما عالجت الموضوع بطريقة كتير سريعة. منكمل مع برج الجوزاء. مهنيا محطة جديدة ومهمة بحياتك المهنية بتأمن لك انك تتحقق من خلالها كل الاحلام يلي كنت عم تشتغل عليها بالماضي. اما عاطفيا يوم عاطفي بامتياز فيك من خلاله تاخذ قرار جدي بخصوص علاقتك بالشريك. صحيا السهر المستمر اخرته التعب وقلة التركيز، فانتبه على صحتك اكثر. برج السرطان. مهنيا بحاول بعض الزملاء يشوش عليك بالعلاقات او يمكن يحضر لك فخ، فانتبه من الغلط. عاطفيا يوم كله حب وعاطفة بيحملك التغييرات الإيجابية. صحيا حاول قد ما فيك تخفف شغل بالوقت المخصص للراحة تما تتعب حالك. نوصل لبرج الأسد. مهنيا عندك نجاح ناطرك بالفترة القريبة وهيدا الشيء نتيجة الشغل يلي اشتغلته بالماضي. عاطفيا يمكن تنفعل بسبب قلة التنظيم يلي عم بتواجهه بشغلك، كما يمكن يصير في تأخير بتسليم المشاريع المسؤول عنها. صحيا خذ قرار بتخفيف أكلك لأنك عم تضر حالك بطريقة غير مباشرة. مولود برج الأزرق. مهنيا بتعيش يوم مهم على الصعيد المهني، فما بتسمح للمشاكل أو الضغوط تأثر عليك وعلى ثقتك بحالك. أما عاطفيا ما تتردد وخذ قرارك المقتنع فيه بلا ما تتأثر بآراء المحيطين فيك. صحيا حاول ما تنفعل وتتأثر بالأحداث يلي ممكن تصير قدامك وهذا الشيء رح يأثر على صحتك. منكفي مع الميزان. مهنيا بيكون الحظ اليوم رافقك بكل قراراتك واعمالك وبتنجح بالاعمال يلي كنت مخطط لها وخايف انك تنفذها بالماضي. عاطفيا ببلش نهارك ببعض المشاكل مع الشريك لكن بتنحل الامور بسرعه، فالحب يلي بيناتكم كان كثير كبير وما في شيء بهزه. منكفي مع العقرب. انت بوضع اريح من قبل ويمكن عم تفكر بشغل جديد او تغير شيء بحياتك تتكسر الروتين يلي عم تعيشه لك فتره. أما عاطفيا لقاءات عفوية بتتعرض إلى اليوم وبتتعرف من خلالها على شخص وبتتطور علاقتكم من صداقة لعلاقة حب. أما برج القوس لليوم، رغم كل التعب يلي عم تمرق فيه أنت بأفضل حال وعم تحس إنه الحظ عم بيكون مرافقك، فاستفيد من هيدا الوضع وحاول تخلص كل الشغل ومسؤوليات يلي لازم تخلصها. أما صحيا حاول تحافظ على نوعية أكلك وابعد عن الأكل الجاهز. أما رقم حظك لليوم 23. منكفي مع الجدي. مهنيا يوم ضاغط ومتعب لكن بفضل سرعة بديهتك وذكائك بيقطع هيدا النهار على خير بلا أي مشاكل. عاطفيا تمسك بمواقفك وما تعارض أفكار الشريك بشكل مستمر يمكن يسبب لك مشاكل للمدى البعيد بعلاقتكم. صحيا ما تسمح لحدا واستشير طبيب مختص إذا كنت عم تواجه مشاكل بالبشرة تما حدا يتدخل وينزع لك بشرتك. منوصل للبرج يلي ما قبل الأخير، برج الدلو. عم بتناقش أمور عقارية بتخص العائلة يمكن تكون ورثة أو مشكلة عقارض مشتركة. حاول تكون متفهم ومنطقي مع المحيطين فيك تتقدر تقنعهم بوجهة نظرك بلا أي مشاكل. أما عاطفيا حاول تاخذ وقتك وما تفوت بعلاقات جديدة إذا منك متأكد من مشاعرك. أما برج الأخير لليوم فهو برج الحوت. انتبه من مصاريفك يلي مش بوقتها حاليا، رغم أنه في احتمال تحصل على مبلغ مالي كمكافأة على مجهودك بالعمل أو معارف جديدة بتحصل عليها مصاري كرمال تفتحوا مشروع جديد. عاطفيا المقربين منك من اصدقاء او قرايب عم يدعموك بقرار الارتباط، فما تخاف وما تتردد. مولود برج اليوم بدنا نعيدك ونقول لك عقبال المية. اما من صفاتك انسان لذيذ وخفيف الدم رغم من انه عصب كثير وبياخذ وقت تيروق، بحب الحياه والاجتماعيات، كما انه بحب الاختلاط بالناس شرط ما حدا يتخطى حدوده معه.
أما اليوم وائل الخطيب من مواليد الدلو تواصل معنا عبر الإيميل وحابب يعرف أكثر عن برجه، حابب يعرف عن مستقبله كمان بشكل عام. فبحب أقول لك يا صديقي أنك قطعت بمرحلة صعبة نوعا ما بالفترة الماضية وتأثرت فيها سلبيا، لكن الفترة عم تخلص شوي شوي، فبنصحك تقوي حالك وتجرب تنطر، لأنه الفترة اللي جاية رح تكون كلها نجاحات ومليانة بالحب والعاطفة بعلاقتك العاطفية. وأنتوا كمان إذا حابين تتواصلوا معي أو تسألوا أي شيء بخص عن عالم الفلك أو أبراجكم اتواصلوا معي عبر الإيميل horoscopelian@hotmail.com وأنا رح جاوبكم عن كل الأسئلة. أما اليوم خلصت فقرتنا وأنا بلاقيكم بكرة بفقرة جديدة ومعلومات جديدة.